FM. الكلمة ليك. لم يخذ الجبهة الشعبية. تم النقاش معها عند التأسيس، عند نقاشات حول حكومة الحبيب الصيد، ونعرف الأشخاص وحتى الأماكن في قاعد. تم النقاش معها بعد مرحلة الحبيب الصيد أيضا، وتم دعوتها، ولكلكم تتذكروا الخلاف الكبير اللي صار بيناتهم، وصل لحد التخوين في علاقة وقت اللي خرجت فقدت خبر إمكانية التحاق منجي الرحوي، كانت تتذكرها ما إذا كنت مش مذكوبة راي تكون. دونك أقول لك حاجة، أنه الأستاذ باجي قايد سبسي عندما طرح حكومة الوحدة الوطنية طرح انخراط الجبهة الشعبية كمكون نعتبره موجود وفاعل في المشهد السياسي التونسي في هذه الحكومة. وعلاش الانخراط في حكومة الوحدة الوطنية؟ لأنه انطلق من تشخيص أنه اليوم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعيشها تونس تتطلب انخراط الجميع في مسار توافقي. كي نمنعوا بلادنا، أنا ديما نذكر وقت نبدأ الناس تحكي على توزيع العادل للثروة، توزيع العادل يهودي، هات ننجو الثروة ساعة أولا ثم نناقش طريقة توزيع. أما أنت ما عندك حد شيء وتناقش توزيع العادل. كابا فهم الكلمة ليك.